بعد مخاوف أثارتها شبكة ناشينال جيوغرافيك الأمريكية بشأن احتمالية انهيار سد الموصل أكبر خزانات بغداد المائية الواقع على نهر دجلة شمال البلاد، رد العراق بشكل رسمي بأن وضع السد مستقر ولا صحة لانهياره كما أشيع مؤخراً. وزارة الموارد المائية العراقية أكدت أيضاً على وجود فراغات تخزين كبيرة في السد تمكن من مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار وتخزينها بشكل آمن. شبكة ناشينال جيوغرافيك نشرت تقريراً حذرت فيه من تداعيات كارثة بشرية وبيئية محتملة بسبب وجود تشققات في هيكل السد، لا سيما أنه مبني على أساسات من الجص، رغم متابعة السلطات العراقية لعمليات الصيانة والحقن المنتظم للإسمنت لملء التشققات. اللافت في تقرير الشبكة أنه جاء في ظل حالة هلع منتشرة حول العالم جراء الكوارث الطبيعية التي ضربت عدداً من الدول وآخرها فيضانات درنا، لكن بغداد طمأنت مواطنيها.